قل للذي بالمدخل يرمان يوم القيامة يلتقي الخصمان ما تنتهي عن نبذ شيخ فاضل أثنى عليه أئمة الأوطان زكاه شيخ العارفين محمدا ابن العثيمين كذا الفوزان بل دافعنا عن الربيع فقيهنا شيخ الحديث إمامنا الألبان يا باغيا أشويهه بمثالب قد أسست بالزور والبهتان ما زاد هاك وقد عمدت تنقصا من شيخ علم حافظ القرآن وعن العقيدة حدثن ولا حرج منها جهود ربن بالعدنان فليخرسن الشانئون لسانهم وليندموا عن سالف الأزمان وليعلموا أن الطريقة واحدة هي سنة المبعوث بالقرآن وبنهج أصحاب الرسول وفهمهم لا بالتعصب أو بقول فلان إن الكلام عن الأئمة يا فتى من أكبر الآثام والعصيان لسنا نغالي أو نقول بعصمة فالشيخ ذو خطأ وذو نسيان رفع الإله جنابكم يا شيخنا ملت العلا بالعلم والإحسان أهديك يا علم الحديث تحية مملوءة بالود والعرفان ومفادها أن الفؤاد يحبكم يا رب ثبت حجتي ولساني يا شيخنا المقدام طاب مقامكم عوفيت من حقد ومن أضغان فلقد عرفتم بالديانة والتقى وجهاد أهل الزيغ والطغيان عابوا عليكم يا إمام كلامكم في منهج التكفير والإخوان وكذا ردودكم على من خالفوا نهج الحبيب ومنهج التبيان جعل الإله مقامكم ومآلكم في جنة الإكرام والإحسان صلى الإله على الحبيب محمد هو منبع التوحيد والإيمان.